مع فقرة مطبخ دامتي. حكي لينا على تجربتك مع منتوجات دامتي وكيفاش كتخليك تفني في أطباقك وتحولي طياب رمضان لتجربة كلها فن ومتعة. بعتي لينا صورة لشهيوة من شهيواتك مرفوقة بمنتوج دامتي اللي استعملتي عبر الواتساب على الرقم 07-0242-4040 وفوزي كل يوم بمجموعة منتوجات دامتي وفي نهاية الشهر بروبو متعدد للاستعمالات. طياب مع دامتي يخلي رمضانك متعة وصحة. أهلا وسهلا بكل السيدات والسادة اللي كيشاركوا معنا وباش يفوزوا معنا من خلال رقمنا الواتساب اللي هو 07-0242-4040. دائما كنقولوا أن رمضان هو شهر ديال اللمة مع الحباب وشهر ديال تفنن السيدات من خلال الشيوات والاقتراحات ديالهم الجيدة والجميلة. مجموعة من الوصفات دائما كتقترحوها علينا وكتحاولوا أنكم تشاركوها مع أحبابكم وشاركوها معنا أيضا. فمرحبا. يكفي أنكم كتبعتوا لنا الشيوة مع المنتوج اللي استعملتي في القلب ديالها بالإضافة لإسم ديالكم بالكامل, وانا هادشي كنركز عليه الاسم بالكامل ومدينه منين انتم. وهذا الشيء اللي عملات مينا عيد بالعيد من اللي كتواصل معنا, نسيت على المدينه صراحه, تسمحوا لي تتواصل معنا. امينه السلام عليكم. عليكم السلام لاله جميله. لاباس عليك, امورك هانيه؟ الحمد لله. لا لا يخطيك, اخبارك هانيه؟ الحمد لله. امينه من الدار البيضاء ياك؟ ايه تشارك. مرحبا. دونك امينه, قلنا عفاك الوصفه ديالك والمنتوج اللي استعملتي في القلب ديالها. صيبت لكيش بالحشوه ديال الدجاج بدامتي الدجاج. نعم, اجي ناخذ المقادير والطريقه ديال التحضير. نعطيك المقادير ديال العجين هو الاول. اييه مرحبا. هذا القياس اللي درت قياس صغير بالنسبه للسيدات اللي تبغي الدوبل, راه الدوبل المقادير وخا ديالها. واخا مزيان. هذا القياس هذا خرج لي تقريبا 20 حبه. مزيان وتبارك الله, راه ماشي قياس صغير, 20 حبه راه الحمد لله. اللي بغى يدير زعما كونتيتي كثيره. واخا مرحبا, تفضلي. ان شاء الله. ربعه الفور بيضه. ايه. قبصة الملح. نعم. وشوية البزار. ايه. ونسمو البودرة ديال التومة. ايه. نبسبسو هاد الشيء, نبسبسو العجينة ديالها حيت العجينة ديال الكيش هي ما كتبغيش تعجن, غير كتبسبس غير كنبسبسو. عجين مرمل. عجين مرمل ايه. من بعد نزيدو نص ربعة ديال الزبدة. واخا. صافي نبسبسو العجينة ديالنا نرملوها ونضيفو الماء, معلقة صغيرة ديال معلقة كبيرة تاع الماء ولا جوج معالق اللي غيجمع لينا العجينة. وحا. غير هي ما تدلكش, غير تتجمع. أيه. صافي نجمعو العجينة ديالنا ونخليوها نص ساعة في الثلاجة. من بعد ما كترتاح نص ساعة نخرجوها نسرحوها بالمدلك ونقطعوها ونديروها في المولات الصغار ديال ليكيش أو اللي منفردين. اللي بغى يدير مول كبير عائلي راه يدير مول كبير داير. صافي ونثقبوها بالفرشاة من الوسط وندخلها طيب نص طيبه في الفران. أيه. من بعد ما نخرجوها نطيبوا الحشوه ديالنا, نخليو ليكيش يبردوا. الحشوه فيها بصله مشلضه كنقليها مع معلقه الزبده. أيه. وكنضيف لها طريفات ديال صدر الدجاج كنقلي مزيان, كنضيف المنسمات والعطريه ورقه سيدنا موسى, معلقه صغيره ديال بودره الثوم, ملح, البزار, شويه الخرقوم, وكنضيف بطاطا محكوكه غير باش كتكثر لينا شويه العجينه. هي بالله كتجي من السما كتجي زوينه, كتجي في الحشوه زوينه البطاطا. وفي نفس الوقت كتزيد كتكثر لينا الحشوه. واخا. وكندير دامتي الدجاج هي باش خدمت الربيع. صافي كنحركوا كل شيء, نخليو كل شيء مزيان ونخليوها تطيب على جانب. من بعد كنصيبوا الكريمه اللي غادي نخويو فوق ليكيش من الفوق. اييه. فيهم ياغورت مسوس, بيضه, بودرة ديال الثوم والزعتر, الملح, البزار, الربيع, معلقة كبيرة ديال الحليب. لا ماشي معلقة, نص كاس تاع الحليب. واخا. عفوا. أباغي ياكيش. واخا. نص كاس تاع الحليب وجوج فرماجات مثلتين. واخا. صافي كنخلطو كلشي مزيان, نضربو داكشي مزيان. من بعد ما كطيب لينا الحشوة عاد كنزيد فيها الربيع, كنخلي أنا ديما الربيع آخر حاجة في طيابي. كتبقى ريحتو كتبقى النسمة ديالو. كنعمروا ليكيش ديالنا وكنخويو فوق منه من الكريمه اللي صايبنا وكندخلوه الفران. وبغينا نديرو فوق منه فرماج, ما بغيناش بلاش, هذوك الحشوه راه فيها فرماج فيها كلشي. وبصحه وراحه. الله يعطيك الصحه. الله يعطيك الصحه. اول شيء انا كنت سعيده بك, علاش؟ لانك عطيتينا المقادير بشويه عليك, عطيتينا الطريقه وشرحتيها بشويه عليك, وعطيتينا الاسم ديالك ومدينا منين انت. تبارك الله عليك امينه, شكرا جزيلا. حتى انت كتربحي معنا بمجموعه من المنتوجات من دامتي بالصحه والراحه, وان شاء الله يكون دخل عليك رمضان في اجود حال وصحه. كنشكرك امين. علينا وعليكم. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. شكرا لك بزاف امينه اللي تواصلتي معنا وشاركتي معنا من خلال المسابقه ديالنا اللي من خلالها كتشاركوا وكتفوزوا
معنا كل نهار مجموعه من المنتوجات. وما تنساوش ان الرقم ديالكم كيدخل في القرعه الكبرى اللي غتمكنكم انكم تفوزوا معنا بروبو متعدد الاستعمالات. فكتفوا الحظوظ ديالكم وعطيونا شي وات بحال امينه، شي وات اللي كتصيبوها. وتبارك الله دابا اليوم كل السيدات كيصيبوا كيصوروا، كاين اللي كيصور باش انه يشارك مع الحباب هذا، وكاين اللي كيصور انه كيحتفظ بها لنفسه. ماشي عيب. فالحاجات اللي نصوروها ونشوفوا انها مصوره مزيان وحاطين معها المنتوج ديالنا ومقادين داك الامور كلها، علاش لا ما تبعتوهاش ليا دائما على رقم ديال الواتساب دائما اللي هو 0702024040. احد موافق ان شاء الله للجميع. وانتي حكي لنا على تجربتك مع منتوجات دامتي، وكيفاش كتخليك تفني في أطباقك وتحولي طياب رمضان لتجربة كلها فن ومتعة. بعتي لنا صورة لشهيوة من شهيواتك مرفوقة بمنتوج دامتي اللي استعملتي عبر الواتساب على الرقم 0702024040، وفوزي كل يوم مجموعة منتوجات دامتي وفي نهاية الشهر بروبو متعدد للاستعمالات. طياب مع دامتي يخلي رمضانك متعة وصحة.